Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. حمدوك يقول ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان، استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا أو تجاهله. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسخيرها لجميع الإمكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة الوزارة. انسحاب الدقير وجمال إدريس من مجلس الشركاء احتجاجا على قتل وجرح الثوار خلال إحيائهم للذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام قيادة الجيش. المطالبة بتنحي مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة ومجلس سيادة مدني وتأييد واسع لمذكرة أسر الشهداء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قالت وزارة الصحة الاتحادية إنها تتابع وعن كثب الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين في جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في الإفطار الذي دعت له أسر الشهداء إحياء للذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس تسخيرها لجميع الإمكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن عدد القتلى بلغ شهيدين و37 حالة إصابة، وتفاصيلها شهيد و14 إصابة بمستشفى الزيتونة و5 إصابات بمستشفى فضيل و8 إصابات بمستشفى الفيصل وشهيد و8 إصابات برويال كير بجانب إصابتين بمستشفى الشرطة. أدان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مقتل اثنين من الثوار رميا بالرصاص وجرح العشرات في إطلاق نار خلال إحيائهم للذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني مساء الثلاثاء. وقال حمدوك في بيان إنه ما حدث يوم الثلاثاء 29 من رمضان هو جريمة مكتملة الأركان، استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله. وطلب حمدوك وزارة الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم بإكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء. أعلن جمال إدريس الكنين رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشركاء والمركزي لقاعة انسحابه من مجلس الشركاء يوم الأربعاء احتجاجا على إطلاق النار على المشاركين في حياة ذكرى فض اعتصام القيادة العامة ما أدى لمقتل وجرح عدد من الثوار مساء الثلاثاء. وطالب جمال في بيان له الإخوة من أعضاء الحرية والتغيير إلى الانسحاب أيضا من مجلس الشركاء تعبيرا عن رفض ما حدث وضرورة محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم، والسعي الجاد لوحدة قوى الثورة لنتمكن من استعادة الثورة والأمور إلى نصابها الصحيح الذي يحقق أهداف الثورة ويحقق شعارها الثلاثي الحرية والسلام والعدالة. طالب الحزب الشيوعي السوداني بتنحي مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة ومجلس سيادي مدني. وقال الحزب في بيان الأربعاء إنه ما حدث بالأمس جريمة ارتكبت بدم بارد وبترتيب سابق تتحمل مسؤوليتها كاملة السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وولاية الخرطوم، ودعا الجماهير للتقدم بثبات وجسارة للسير في طريق الشهداء حتى الوصول إلى أهداف ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة. وأشار الحزب إلى أن وقع الجريمة بالأمس يعيد للأذهان ما حدث في جريمة فض الاعتصام. أعلنت القوات المسلحة في بيان عن تشكيلها لجنة للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين في إحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام لمعرفة المتسببين في هذه الأحداث.
وأكد الجيش في بيان تعاونه التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، وهي على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تكوين للجنة عليا للتقصي في مقتل 2 من الطوار وجرح العشرات في إطلاق النار مساء الثلاثاء على المشاركين في إحيائهم للذكرى الثانية لفضل الاعتصام ومعرفة الذين نفذوا أو تواطؤوا في تلك الجريمة، وشددت على إنها ستعلن للرأي العام النتائج في أقرب وقت ممكن. وعبرت المفوضية في بيان لها عن بالغ قلقها من تزايد حالات قمع المظاهرات وتجمعات السلمية بالقوى المفرطة وغير الضرورية في أحيان كثيرة. وناشدت المفوضية في بيانها النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات، وبالأخص تقديم الأشخاص الذين أمروا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والذين نفذوا أو تواطؤوا على ارتكاب تلك الجرائم. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين في ذكرى فض الاعتصام، وأعربت واشنطن عن صدمتها وانزعاجها إزاء الخسائر في الأرواح خلال مظاهرات الليلة الماضية قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ودعت أمريكا من على صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم السلطات السودانية لإجراء تحقيق كامل وتقديم الجناة إلى العدالة، وأعلنت تضامنها مع أسر الذين ضحوا بحياتهم قبل عامين للمطالبة بالحرية والسلام والعدالة. قرر حزب المؤتمر السوداني سحب رئيسه عمر الدقير من عضوية مجلس الشركاء على أن يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة، وذلك احتجاجا على مقتل شهيدين رميا بالرصاص وجرح العشرات من المشاركين في إحياء الذكرى الثانية لجريمة فض اعتصام القيادة العامة. وطلب الحزب في بيان له بمساءلة كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية والنائب العام والولاء عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة، وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم والبدء فورا من خلال السلطة التنفيذية في إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى رأسها إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها. وطالب الحزب في بيان بإيقاف الضباط والجنود المسؤولين عن الانتهاكات فورا وتتبع سلسلة القيادة وتقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة أمام القضاء. أدانت الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة الموقع على سلام جوبا وخارجه مقتل 2 من الثوار رميا بالرصاص وجرح العشرات خلال مشاركتهم في إحياء الذكرى الثانية لجريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم مساء الثلاثاء. وطلبت هذه الأحزاب والحركات المسلحة في بيانات منفصلة حول هذه الحادثة، طالبت بالتحقيق الفوري والعاجل وكشف المتسببين فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة فورا. وقال حزب الأمة القومي في بيان إنه ما حدث اليوم يؤكد أن الأجهزة الأمنية ما زالت لم تستوعب متطلبات التحول الديمقراطي، مما يوجب ضرورة هيكلتها وإعادة تأهيلها بالشكل الذي يجعلها تحقق مطالب الثورة المجيدة وتحافظ على الحقوق والحريات العامة وتطبق القانون على الوجه الأكمل. أعلنت التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة التضامن بالإقالة الفورية لوزيري الدفاع والداخلية ووالي الخرطوم لمسؤوليتهم المباشرة عما حدث ولفشلهم في توفير الحماية اللازمة للثوار ولحراكهم السلمي المشروع الذي يتفق مع كل المواثيق والمبادئ التي حملتها ونصت عليها ثورة ديسمبر الخالدة. وطالب التحالف في بيان له أمس أيضا بالكشف والقبض الفوري على القتلة على كافة المستويات المسؤولة عما حدث وتسليمهم للسلطات القضائية ومحاكمتهم، كما طالب التحالف بحل كافة الميليشيات المسلحة بكافة مسمياتها والشروط في تكوين جيش وطني قومي واحد وأجهزة شرطية وأمنية وطنية وقومية واحدة تقوم على عقيدة الولاء للوطن وحماية الشعب وعلى كرامته والاستقلالية. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين عن دعمها وتأييدها لكل المطالب التي وردت في مذكرة أسر الشهداء الذي تمت تلاوته عقب إفطار أسر الشهداء بميدان القيادة العامة يوم الثلاثاء.
وقالت الشبكة في بيان لها أمس إنها ويستعلن عن دعمها ومساندتها لما جاء في مذكرة أسر الشهداء من مطالب وخيارات كان من ضمنها التصعيد الثوري تدعو للتنسيق والتعاون بين الأجسام والقوى الثورية الحية نحو تشكيل كتلة تقود الفعل الثوري. شهدت مدينة سينجا بولاية سنار مسيرات ومخاطبات ليلة الثلاثاء تخليدا لذكرى شهداء 29 رمضان بالقيادة العامة، كما أعلنت لجان المقاومة التصعيد للحراك ابتداء من الساعة 8 مساء اليوم الخميس. وقال ممثلين في لجان مقاومة سينجا لراديو دبنجا أمس الأربعاء إن جدول الحراك اليومي التي أعلنته لجان المقاومة ستنطلق مساء اليوم الخميس بمسيرات ومخاطبات إلى جانب إغلاق الطريق القومي سنار الدمازين. وأوضحوا إن المسيرة ستنطلق من طقاطو شارع ليبيا الساعة 8 بعد الإفطار، ومن ثم تتوجه إلى بقالة إيلاف. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة لراديو دبنجا من سينجا في هذا الخصوص: نطلب من التصعيد الساعة 8 ويقفلوا الطريق القومي ويعملوا مسيرة ويعملوا مخاطبة برضه في الطريق القومي، مفترض إنه يقفلوا الطريق الليلة الساعة 8. المسيرة مفترض من كافتيريا الشاشوك، طبعا ده بيدور في شارع سوق ليبيا، يكون في مسيرة كده ينتهي في بقالة إيلاف. وفي شمال كردفان أدانت لجان مقاومة مدينة الأبيض في بيان أمس الأربعاء قتل المدنيين العزل على يد القوات النظامية، وطلبت بالمحاكمات الفورية، وطلبت عبر بيانها بالإيقاف الفوري للانتهاكات تجاه المدنيين العزل والثوار وضرورة توفير الحماية لهم، كما طلبت بتقديم مرتكبي مجزرة القيادة الأول والثاني للمحاكمة الفورية، ونددوا بتأخير هيكلة القوات النظامية. الخبر الأخير في النشرة: طلبت هيئة محامي دارفور من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس أن يمنح لجنة نبيل أديب مهلة أخصاها أسبوعا، وذلك لتقديم تقرير أولي بما توصلت إليها من نتائج في التحقيق عن جريمة فض الاعتصام، وعلى ضوء التقرير الأولى أن يضع التوصيات بالبيانات المتوفرة أمام النائب العام لاتخاذ ما يجب اتخاذه وفقا للقانون بفتح بلاغات جنائية في مواجهة مرتكبي المجزرة، أو أن يمنح لجنة نبيل فرصة أخيرة لتقديم تقريرها النهائي عن الوقائع التي تم التقصي بشأنها بالفعل ولمدة لا تتجاوز 60 يوما غير قابلة للتمديد، مع تكليف ذات اللجنة بالاستمرار في أداء عملها بالتحقيق والتقصي في الوقائع التي لم تكتمل بشأنها التحقيق ولفترة نهائية أقصاها 90 يوما. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي تمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.